أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. قابلت منظمة Human Rights Watch 6 شهود عيانا على اعتقالات 31 من مارس 12 و2000 بالأردن، وأكدوا على حدوث العديد من الانتهاكات داخل مراكز الشرطة من ضرب وسوء معاملة، وكان ذلك على خلفية اجتماع العديد من المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء الأردني احتجاجا على مواصلة اعتقال 6 نشطاء حقوقيين. قامت إثر الشرطة باعتقال العديد منهم، واتهم الادعاء العسكري 13 منهم بجرائم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وانتقاد السلطات. وحسب بيان وارد عن مديرية الأمن بالأردن بتاريخ 31 من مارس 12 و2000، فأن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بعد تحذيرات متعددة، وذلك لتعطيلهم حركة السير والتلفظ بألفاظ نابية. وقالت Human Rights Watch أن على الأردن حماية حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، بما أنها مصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت السلطات الأردنية لإسقاط التهم الموجهة ل13 ناشطا الموقوفون حاليا و7 الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم إلى حد الساعة. في شأن آخر، ورغم موافقة بشار الأسد على اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيد كوفي عنان لوضع حد للاعتداءات التي تحصل اليوم في سوريا، فإن أعمال العنف والقمع والقتل تتواصل وبوتيرة أسرع. وعلمت منظمة العفو الدولية أنه تم اعتقال 13 طالبا تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 سنة في اليوم الأول من أبريل في منطقة داريا، ولا تعرف عائلاتهم مصيرهم إلى حد الساعة. وصرحت منظمة العفو الدولية أنها تلقت أسماء 232 شخصا بينهم 17 طفلا. وردت تقارير تفيد مقتلهم منذ أن وافقت سوريا على الاقتراح. وقال كوفي عنان أن الحكومة السورية لم تزود بمعلومات عن طريقة تنفيذها لهذا البرنامج، خاصة فيما يهم إطلاق سراح المعتقلين. ويتواصل القتل خارج القانون والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية، وهي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والتي تتنافى وجل المعايير والمعاهدات والقوانين الدولية، وذلك رغم وعود سوريا بالكف عن هذه الممارسات الوحشية. وتصر العديد من المنظمات الحقوقية على ضرورة تقديم ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ما يحدث هو جرائم ضد الإنسانية. في باريس الآن، حيث خير القضاء الفرنسي الإبقاء على الدكتور مراد هينا وراء القضبان، وتم تأجيل البت في قضيته إلى 6 يونيو القادم، وذلك لطلب المزيد من المعلومات من النظام الجزائري الذي يطالب بترحيل الدكتور مراد لمحاكمته في الجزائر. وخيرت اللجنة التأجيل في النظر في هذا الطلب بعد ملاحظتها لعديد من التناقضات في الوثائق التي أرسلتها الحكومة الجزائرية. وأجمع الملاحظون السياسيون والحقوقيون على أن هذه المحاكمة ذات طابع سياسي يتزامن مع موعد الانتخابات في فرنسا والجزائر، وذلك للحد من النشاط السياسي للدكتور مراد هينا ضمن حركة رشاد المعارضة. وأكدت من ناحية أخرى جميع المنظمات الحقوقية أن اعتقاله اعتقال تعسفي يتنافى المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها فرنسا من أجل حماية حقوق الإنسان، وخاصة المعارضين السياسيين الذين لا يجب ترحيلهم إلى بلدانهم لتفادي خطر التعذيب والقتل. وفرنسا تعلم جيدا أن الدكتور مراد هينا معرض لهذا في حالة قبولها لطلب ترحيله إلى الجزائر لمحاكمته. بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.